شريف انا سكنت بالصبح وعمال انت انا في بيتك يا اخي سبع اراضي سبع اراضي ولا اتهزلت في بيتي ولا اتهزلت ايه هننتحر يعني ونروح له انا عارفه كتايهه عني ازاي ده ابوك الله يرحمه كان ساترنا دنيا واخره هنروح نعيش معاه في الحوش بتاعنا في التراب يعني تراب ده احنا عندنا تربه ترد الروح في تربه ترد الروح برضو ولا عندنا قطين هواهم بحري ولا عشتنا مع الراجل السبناوي ده والله التراب ارحم اسعار من الراجل ده فعلا شقة تمليك يا هانا يعني ايه تمليك يا بابا؟ يعني اصحابها شارينها بفلوس كتير طب ما نشتري زيهم يا بابا نجيب الفلوس الكتير من ايه؟ من مطرح الناس دي ما بتجيبها مش هنا برضه يا ماما؟ ايوه يا اخويا طولت العمر ليك يا ضنايا على مين؟ شكرين يا ريس بقول لك يا استاذ أيوه. ملاش في الهوش بتاعكم مطرح فاضي اصل عبال عندك البنت بنت هتتجوز وانت عارف ازمه السكن اللي من دول بنتك هتتجوز أيوه. وانت عايز تيجي تسكن معايا هنا أيوه. ما تاخد العقل وتتجوز مراتي بالمره وانا اروح اقعد عند بنتك احسن أيوه. ناقصينك احنا بابا هو احنا هنا جايين نعمل ايه هنزور جد هو جده ساكن هنا ساكن هنا طب ليه ما جبتوش يسكن معانا يسكن معانا فين هو هنا مستريح خليه بقى هو مستريح هنا هنقلقه ليه احنا بقى جايين نقعد عنده عشان هو مستريح احسن ما تشوفوا بنتك يا سعاد تعالي تعالي هقول لك بعدين شيله معايا خدي ده ماما المرحوم كان ممنجه نفسه على الاخر الظاهر ان في حد ساكن هنا بسم الله الرحمن الرحيم اللي جاب الحاجات دي هنا يا ابني مين اللي بره انت متاكد ان ابويا مات العيال فين العيال انتوا مين ودخلتوا هنا ازاي احنا عشان على طول انت يا انت رد عليا ايه يا ابني من فضلك اختار كلامك بعنايه واعرف انت بتكلم مين انا المهندس شريف ابن المرحوم محمد المصري ايوه والحجه بتاعنا بتاعكم يا ولية يا ابو مخطئ ايه مخيط من فضلك اختار كلامك بعنايه واعرف انت بتكلم مين بقولك ايه الحجه ده ورثه عن سبع جد يا تمشوا اكسر جنبكم عشان خاطري يا شيخ نمشي من هنا نمشي من هنا نروح فين؟ عندك في الشارع؟ اي حاجة انا مش حتعتع من هنا، انا هنا يا قاتل يا مقتول ده انا مقتول يا شيخ بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار يا حبيبي امال الدنيا مليلة ليه؟ مش مليلة هنا مليلة انا عايز حاجة في دماغي شيخ امسك ال امسك ال وخد كل الفلوس اللي معايا هاتوا له الامن المركزي ده ما ينفعش معاه غير الامن المركزي اسعدت البيت انا قاعد في حالي لا بيا ولا عليا لقيت الجدع ده بيتهاجم عليا قلت له نتفاهم ما يصحش كده نتفاهم بالذوق نتفاهم بالانسانيه انت يا سعاده بيبعد عنك ما احنا نازل فيا برضه ايش بالرصيات وايش وايش بالشلاليل كان هيكسر دموع يا سعاده البيت بقى ده هيكسر دموعك يا ابو دومه ما يوضحش شكله يا سعاده البيت دقيته زي السن مش انا بتطلبني مالكش دعوه بشرفي خلاص يا بيه ما تزعلش